السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. النهارده يا جماعه بقى هنقدم لكم اخر يوم لينا، يعني روتين اخر يوم لينا في المصيف. عجبهم شاطئ الغرام قوي، فقالوا هنروح تاني، يعني من كتر جماله ومن كتر ما هو عجبهم. اخر يوم برضو رحناه، هو ده كان اخر يوم لنا في المصيف، وقالوا هنروح تاني. زي ما انتم شايفين كده ده شاطئ الغرام، وعلى فكره انا عامله جوله جامده فيه بالاسعار وبالتفصيل، مصوره بالتفصيل يعني ادق التفاصيل فيه. فاللي ما شافش الجوله اللي انا عاملاها فيه يروح يشوفها. دلوقتي احنا داخلين اهو شاطئ الغرام زي ما انتم شايفين. ده كان اخر يوم لينا، كان يوم جميل والله، وكان يوم جامد. بس انا كنت زعلانه قوي عشان خلاص اسيب مرسى مطروح. انا كنت اول مره اجي مرسى مطروح بس حبيتها، ورحت اماكن كتيره جدا فيها، يعني كنت بستغل كل الوقت فيها. كفاية كفاية بقى، عوم عوم بقى، كفاية كده منزلش تاني. شايفين كده يا جماعه ده شاطئ الغرام، واللحمه كان بيعوم فيها دي بحيره طبيعيه بس عامله زي البسين كده يعني للاطفال، وكانت دافيه قوي رغم المايه كانت بارده. اخر يوم كنا موجودين فيه بحس ان المايه بارده، مش عارفه ليه، بس المايه بتاعه البسين دي سبحان الله كانت دافيه شويه، دافيه كتير مش شويه، وخصوصا ساعه الظهر. احنا كنا رايحين بدري عشان قلنا هنقضي اليوم بقى من اوله وننتقم من المايه اخر يوم. هو ده الشاطئ اهو، شاطئ جميل وعليه كل الالعاب المائيه، عليه البدال، يعني على موجود على شاطئ البدال والموزه والبيتش باج بتاع البحر، وكل الشواطئ موجوده على الحاجة. كل الشواطئ في مرسى مطروح عليها كل الالعاب المائيه دي، وبصراحه كان جميل قوي. الموجه كانت حلوه ما كانتش عاليه اليوم ده. وعايزه اقول لكم هو برده من الشواطئ المفتوحه، يعني الموجه فيها بتبقى ساعات عاليه. في اخر اليوم كده، في اخر اليوم كان في سحب، وكان الموجه بدات ان هي تعلى، بس الصبح كانت كويسة. فخلي بالكم لو رحتوا شاطئ الغرام ومعاكم أطفال، فخلي بالكم الشواطئ المفتوحة دي بالزيت، فخلي بالكم يعني، ربنا يسترها. وكل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب. وقولوا لي ايه بقى رأيكم في الفيديوهات اللي انا بعملها. انا بفرح جدا لما الاقي حد كاتب لي كومنت وبجاوب على قد ما بقدر، وانا برد على كل الكومنتات. يعني اللي عايز اي استفسار عن اي حاجة، الاسعار، اي حاجة، وانا جربتها فعلا ورحتها، هكتب لكم هرد عليكم في الكومنتات اكيد. زي ما قلت لكم ان ده شاطئ الغرام اهو، من الشواطئ المفتوحه، ونضيف جدا على فكره وحلو. وصورت لكم كمان بتاع ده اسمه ايه، اليخت. يخت كنا عايزين نركبه بصراحه، بس ما كل يوم نقول بكره بكره، وفي الاخر خالص بقى لما حصلت لي تجربه البدال دي وخفت، وكنت حاسه ان انا بقى هغرق وكده زي ما انا قلت لكم، فما رضيتش اركبه بعد ما حجزنا. وانا السبب يعني ان هما ما ركبوش اليخت، وكانوا زعلانين مني ان انا ايه رفضت يعني ان انا اركب اهو. هنا بقى كنا خلصنا الشاطئ وراجعين. المغرب كان هيبدا اصلا، كانت الساعه 6 لسه، كان قبل المغرب، كانت الساعه 6:15. ده شاطئ العوام اصلا، ما هو ده الشارع بنعدي من عليه بقى. احنا راجعين من شاطئ الغرام بنعدي من على العوام، فاحنا رايحين دلوقتي على الشقه. فحبيت اصور لكم الطريق كده ساعه العصريه كده، ده قبل المغرب، فوق شارع العوام قبل المغرب. انا قلت لكم من اجمل الشواطئ اللي انا بحبها في مرسى مطروح اللي هو شارع العوام. حتى في كل فيديو اقول لكم شارع العوام شارع العوام، عجبني قوي بصراحه، كمنه على البحر وفي ناس كتير. انا بحب كده يعني ايه يكون في ناس، والجنه من غير ناس ما تندز زي ما بيقول. فانا ما بحبش الاماكن اللي هي بيبقى ما فيهاش حد دي، فعشان كده هو عاجبني. دلوقتي احنا وصلنا الشقه وطلبنا اكل، فقالوا النهارده نجرب اللحمه المشويه بما اني نباتيه يعني. قلت لهم مش هاكل، ما بحبش اللحوم على فكره، ما باكلش اللحوم. فانا طلبت بقى كشري، واحمد ابني زيي مسموم زيي يعني ما بناكلش، احمد وتوتا ما بياكلوش اللحوم زيي، بس جنة زي بابوها يعني بياكلوا اللحوم. فطلبوا لحمه مشويه، الراجل بيعملها قدامكم انتوا واقفين، بس بيقولوا طعمها جامد، طعمها حلو قوي. واحنا طلبنا كشري بقى، فقر احمد فقر زي. بالليل بقى خرجنا، كنا غسلنا هدومنا بقى وظبطنا نفسنا، خرجنا بقى عشان نوضع الكورنيش. والله انا زعلانه جدا عشان هسيب مرسى مطروح خلاص ومروحه،
ما تعرفيش انا زعلانه قد ايه، وشنا باظ وجسمنا باظ كل حاجه. دي جنى بقى كانت بتتفرج على النضارات، كانت عايزه تشتري نضاره عشان النضاره بتاعتها وقعت وهي في العربيه وقعت شنطتها بالنضاره، شنطه خروج كده صغيره، كان في حاجات كتير وقع كله. يلا الحمد لله، قلنا الحمد لله نجت على قد كده. وده كورنيش بالليل، عايزه اوريكم الاجواء بالليل اهو. فضلنا بقى نتمشى على الكورنيش بقى وكده، يعني ما رحناش في مكان. يعني اخر يوم ده كنا المفروض ان احنا ننزل العوام تاني بالليل عشان هنتعشى فيه، وقالوا هنطلب اكلنا عشان كنا تعبانين وكان ورانا حاجات كتير ان احنا هنعملها. فروحنا قلنا نتمشى على الكورنيش كده، وكلنا ايس كريم وجبنا لب ومش عارف ايه، وفضلنا بقى نتمشى على الكورنيش وقعدنا شويه، بس مشينا كتير بصراحه في اليوم ده. يعني خدنا الكورنيش ماشي كده من قدامنا من عند الازاره التلفزيون لحد بعيد بعيد خالص، مشينا فتره مسافه جامده. يعني جالنا وتوتا وشهم باظ خالص وتهرى، عشان كده مش عايزين يصوروا مش عايزين يطلعوا في الفيديوهات بسبب ان وشهم باظ من الشمس. يا ريت يا جماعه زي ما انا قلت لكم قبل كده حد يكتب لنا حاجه يعني للوش. دلوقتي بقى وصلنا للشقه، قلنا بقى هننضفها. بدات ان كل واحد ينضف اوضته كده ويخليها جميله عشان خلاص احنا مسافرين، ويوضب حاجته، كل واحد وضب شنطته. دي اوضتي بقى، فانا قلت اظبطها كده، نفضتها تنفيضه جامده وشلت كل حاجتي وطلعت الشنط بره، الشنط بتاعتي، وظبطت الدولاب واتاكدوا يعني مثلا في المصيف اتاكد ان الدولاب كل فاضي حاجه تمام، وان مش ناسى اي حاجه في الدرج في الدولاب وكده. ودي شقتهم، شقه ايه، دي اوضه البنات اهي، برضو كانوا ظبطوها اهي. عايزه اوريكم البحر بالليل، هوريكم دلوقتي من الشباك. المهم ان هم ظبطوها كده ومسحوها. بدانا يعني ان احنا نعمل ايه حاجات في الشقه. انا كنت نايمه، جنى بقى بدات ان هي تنام، يعني كانت عايزه تنام. احنا قلنا هنسهرهم لحد الصبح عشان لما يركبوا الاتوبيس، الاتوبيس هي المفروض ان هو يجي الساعه 7 عشان مركبوا الاتوبيس يناموا فيه وما يحسوش بالطريق. هما بقى فضلوا سهرانين وانا اللي نمت، هما بقى ناموا في الاتوبيس. بص منظر البحر، ثانيه جنى سوري ان انا بقطعك، ده منظر البحر يا جماعه بالليل، منظره جامد. جنى بقى ايه في راح جاي ما قدرتش تقوم، فنامت الساعه كانت الساعه 2 تقريبا، 2 ونص كده. هما بقى ما ناموش، ناموا في الاتوبيس وانا نزلت قاعده. لا انت نمت برده شويه. بدات زي ما انا قلت لكم اهو الشقه نوضب فيها، ودي الشنط اهي، ووضبنا المطبخ ووضبنا كل حاجه. وببص لقيت بقى العيال بدات ايه على الساعه 2 ونص بدا كله ينام بقى، بس الكبار ما ناموش، انا ما نمتش. بص احمد نايم اهو، احمد ابني بقى قال انا هصحى معاك يا ماما للصبح عشان اصلي الفجر. بص دي شنطنا، كنت وضبت بقى كل حاجه، والغسيل ده ما كانش نشف، انا نقول يا رب ما ننساهوش، كان في البلكونه قلنا نسيبه كده. وشغلنا المروحه وقلنا بقى ايه عمل ما نيجي ماشيين، والعيال قاعدين بقى خلاص على اخره. منظر البحر هيوحشني، ومطروح كلها توحشني بصراحه. كانت اجازه جامده واجازه حلوه، الواحد يستمتع بالعشر ايام اللي قضاهم في مطروح، وكنا مبسوطين قوي. ده منظر الكورنيش والبحر هيوحشني. ان شاء الله نجي السنه الجايه، ان شاء الله السنه الجايه بقى، مش عارفه بقى نروح مطروح ولا ايه بقى، ولا نغير. كل سنه بنغير. الفجر بقى كان اذن، ده كان الفجر اذن خلاص. الله منظر حلو، انت كنت نايمه، انت كنت نايمه، بس احمد نايم اهو وانا غطيته، واحنا فضلنا قاعدين بقى. كنت كله اتقلب اصلا، كله نام. احنا انا فضلت قاعده يا اختي انضف في الشقه بقى، ظبطت الشقه تاني بعد ما ناموا برضو، وحضرت كل حاجه بقى زي ما قلت لكم، ان انا قعدت افتح الدرج واشوف ناسيين حاجه ولا لا، عشان حاجتهم كان الاكسسوارات والحاجات دي كانوا حاطينها في الدرج. دلوقتي بقى ايه ظبطنا الشقه ونزلنا، كانت الساعة 5 كده عشان عمو يستلم الشقة. ده كان الساعة جت 6 بقى، هو الباص اصلا كان معاده 6:30. بصوا نايمين على نفسهم خلاص، ده كان بقى الصبح بقى من الساعة 7 ما جتش، جت 7 لا كانت ما جتش، لا ده الباص اللي واقف ده مش بتاعنا، كان الباص بتاعنا لسه ما جاش، الباص بتاعنا وصل الساعة 7:15 بالظبط. فاحنا دلوقتي قلنا ايه نروح، صورت لكم مرسى مطروح بالنهار اهو، وقلت اروح اتمشى كده اجيب شويه حاجات من السوبر ماركت. فقدامنا كذا سوبر ماركت، بس ايه قلنا نجيب من الاولاني خالص اللي على الكورنيش ده عشان اشوف الكورنيش كده وانا ماشيه. كنت زعلانه، شوف البحر صعبان عليا، البحر صعبان عليا البحر، خلاص بقى ماشيين. كانت اجازه حلوه زي ما انا قلت لكم، يعني الواحد لما بيخرج كده بيبقى عنده طاقه ايجابيه.
بص اهو فضلت اتمشى، وكان الصبح بقى مفيش ناس كتير، الناس دول من الاتوبيس كانوا نازلين لسه جايين يعني، فقعدت اقول لهم يا بختكم لسه جايين، احنا احنا مروحين خلصنا احنا مروحين. فبص منظر البحر عامل ازاي، الجو حلو قوي، مش عايزه اقول لكم، مش محتاج تكييفات ولا مراوح. احنا كنا اصلا بننام من غير ما نشغل مروحه ولا تكييف ولا اي حاجه، هي شمس مكيفه فيها مراوح بس، والله مش محتاجه تكييف. والميه كنا بننزلها نلاقيها برد، بما ان القاهره اصلا كانت حر جدا والمحافظات كلها حر ودرجه الحراره مرتفعه، وكل ما نتصل حد يقول لا درجه الحراره هنا عاليه والجو حر. اليوم اللي احنا روحنا فيه ده الجو كان حر قوي. بس في مطروح كنا بننام من غير مروحه زي ما احنا قلنا لكم، وكنا بننزل المايه بنحس ان احنا سقعانين اصلا بالليل. مطروح جامده يعني، عايزه اقول لكم ان هي من احسن من الاماكن اللي انا روحتها، واهلها طيبين جدا، وكنت حاسه فيها بالامان كده، حتى كنا بنسيب العيال كده ينزلوا وما كناش خايفين. هنا بقى الاوتوبيس جه، هنا كده زي ما انتم شايفين الباص اهو، ومرجو خلاص فصلوا بقى عايزين ينزلوا زي ما انتم شايفين كده، واحنا بنودع مطروح وماشيين. كنا زعلانين بقى وكانوا عايزين ينام، مرسي مطروح اهي ماشيين بقى، بنمشي من ورا كده وبندخل على شارع اللي هو على علم الروم، وبعدين بندخل على شارع الاسكندريه ونمشي بقى على الصحراء اهو. دلوقتي مشينا، ده اول ريست انا كنت فاصله خالص بقى، لاني كنت عايزه انام بس ما بعرفش انام في الباص بصراحه، ما صورتش يعني. هنا بقى كنا وصلنا فين، هنا بقى شايفين البرج اهو، وصلنا فين، وصلنا القاهره بقى زي ما شايفين كده. الاتوبيس بيودينا عند محطه الجوباز اللي احنا كنا جايين منها، اللي ما شافش روتيننا واحنا مسافرين يروح يشوفه. احنا كنا عاملين روتين السفر وتحضيراتنا للسفر يعني، واحنا مسافرين وركبنا من محطه الجوباز، كان كل الكلام ده بالليل. دلوقتي احنا بالنهار اهو، ومشينا في نفس الاماكن دي برضه، بس بالنهار بقى بدل بالليل. هنروح في هنا في عم نعمل رياض وبكده. وصلنا يا جماعه في محطه الجوباز، وكلنا نزلنا، وكل واحد بقى هيروح على مكانه، ورجعنا للروتين ورجعنا لكل حاجه احنا سايبينها. انا على فكره عملت جولات في مرسى مطروح كتيره جدا، في اماكن كتير، فاللي ما شافهاش يروح يشوفها ويتابعوني. انا رايحه اماكن تانية جديده يعني، عامله كذا مكان كده هنروحه في الاجازه ان شاء الله، هصور لكم فيه. تابعوني بقى على القناه واشتركوا عشان يوصلكم مني كل الفيديوهات.